مئات الآلاف احتشدوا في شارع الستين في جمعة أسموها الاصطفاف الثوري. يبدو أن سبب هذه التسمية هو شعور الشباب أن شرخا ما قد حصل في جسم الثورة بعد انخراط الأحزاب السياسية في شراكة مع النظام في الوقت الذي ما زالوا فيه شركاء للشباب في الثورة. جمعة هذا اليوم هي جمعة الاصطفاف الوطني، وهو المطلوب منا في المرحلة القادمة من جميع أبناء الشعب اليمني أن يكونوا صفا واحدا لإنجاح ما بدأناه من بداية الثورة إلى الآن. فنحن الآن أعتقد بعد أن حققنا جزء من أهداف الثورة، نحن الآن نسعى جاهدين إلى تحقيق بقية أهداف الثورة، وهي بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة. نريد أن نوصل رسالة نحن شباب الساحات في جميع الساحات لنائب الرئيس للرئيس بالإنابة عبد ربه منصور هادي، وكذلك لحكومة الوفاق الوطني، بيننا وبينكم أهداف الثورة، وإلا فنحن مستعدون أن نشعل 1000 ثورة. على الطرف الآخر في ميدان السبعين ليس هناك جمعة ولا حشود، حيث أعلن الحزب الحاكم إيقاف مسيراته الأسبوعية لتهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطني، غير أن البعض شكك في النوايا واعتبر ذلك عملا سياسيا القصد منه إحراج المعارضة، والدليل دعوته لها للقيام بخطوة مماثلة. واعتبر ثوار ساحة الستين ذلك الغياب نوعا من العجز. هذه الجمعة لها العنوان هذا الاصطفاف الثوري، هو الاصطفاف الثوري واصطفاف الثوار في الساحات من أجل متابعة أهدافهم وما خرجوا من أجله، ومطالبة حكومة محمد باسندوق أن تتفاوض مع الثوار، والثوار يريدوا أن يحققوا أهدافهم الذي خرجوا من أجله في الساحات. بعيدا عن صنعاء، شهدت مدينة تعز أول نتائج العمل الميداني للجنة التهدئة العسكرية بإخلاء مباني مكتبي التربية والخدمة المدنية وشارع جمال وجولة العواضي من المسلحين في خطوة لعودة التهدئة إلى المدينة بعد صراع مسلح استمر لأشهر. مجلس صمدي، الشرقية نيوز، صنعاء.